نشكر ممثلي الولايات لحراكنا المبارك الذين حضروا الى الجزائر العاصمه وكانوا متواجدين عبر القطر الجزائري. ممتن لكم وممتن للعمل الجبار اللي قمتم به، لان القضيه لم تكن سهله، وقد شوبهتم بترسانه بيروقراطيه لا نظير لها. منظومه حكمنا تعلمت طيله عقدين من الزمن كيفاش تغلب اي مترشح، ونحن من السوبرمان. كنا نعلم ان هذه العراقيل سوف تكون في وجهنا، وكنا نعلم بان البيروقراطيه والبلديات التابعه ليست تابعه للمواطن، لكنها تابعه لاحزاب سياسيه، وهذه الاحزاب السياسيه نحن مغلوبون على امرنا. لماذا؟ لانها تابعه للائتلاف الرئاسي. لكن رغم هذا توصلنا الى الالاف من الاستمارات والحمد لله، رغم ان العديد من البلديات اغلقت ابوابها في وجوهنا، ورغم ان العديد من العراقيل كانت كل يوم في وجهنا لنصل الى الرقم المنشود، لكن الحمد لله وصلنا الى 60,000 محب و 60,000 جزائري و 60,000 جزائريه وجزائري هم الان يدافعون عن هذا الحراك قلبا وقالبا. لو كانت الامور تمشي بطبيعه في بلد يحترم الدستور والقانون لوصلنا الى مليون استماره، لكن الامر غير ذلك، وسوف تتغير الامور بحول الله. القرار الذي اتخذناه اليوم ربما فاجأ البعض، لكنه قرار اظنه صائب. لقد فكر الكثير من المستشارين في هذا الحراك ورأوا بأننا وصلنا إلى هدف لم نكن ننتظره إلا بعد سنة أو سنتين. وصلنا إلى الكثير من المحطات الحمد لله، وصلنا إلى الكثير من الأهداف، تخطينا العديد من الحواجز، كسرنا حاجز الخوف وجدار الخوف في العشرات من المدن الجزائرية. حراكنا لم يعد الآن حراكا صغيرا، بل أصبح قوة سياسية ضاربة في الجزائر، وسوف ترون بعد أيام أن القرار هو القرار الصائب. لماذا؟ لأن حراكنا منبعث من الشعب، والشارع الجزائري اليوم كما تطالب الجامعات اليوم في هذا اليوم تطالب برحيل هذا النظام. عندما نقول لا للخامسة ليس معناها لا لرئيس معين بعينه، بل نقول لا لمنظومة الحكم برمتها. الطلبة الجزائريين خرجوا اليوم، لذلك كان الطريق السيئات مغلق، وسوف نغلق في وجوههم كل منفذ يريدون استعماله للبقاء في السلطة. إذا دخلنا في هذا السباق الرئاسي وأتينا لهم بملف كما يقولون وتخطينا كل الحواجز، سيجدون لنا ذريعة ليقصوننا، ونكون قد استعملونا كما أرادوا في صالحهم، ويصبح عنواننا أرانب سباق. الآن أصبحنا قوة سياسية يحسب لها ألف حساب، وهذا هو أكبر نجاح. ولم نكن لنصل إلى هذه النقطة من النجاح لولاكم جميعا. فيكتوري نجاح في أمان الله وعلى خير. رسالتنا إلى الشعب الجزائري وإلى الشباب الجزائري الذي يساندنا، لا تيأسوا، القرار الذي اتخذناه اليوم يجب أن يسعدكم، وسوف نجني ثماره بعد أيام قليلة بحول الله. في أمان الله.